فوجئ جمهور الفنان هيثم شاكر أمس الخميس 15 أغسطس 2019 بكشفه عن مروره بأزمة صحية خلال الفترة الماضية وإصابته بمرض خبيث وتعافيه منه. ولم يكشف هيثم شاكر عن تفاصيل مرضه، واكتفى بإعلان أن هذا كان سبب غيابه لفترة طويلة عن الساحة الفنية. لكن صديقته المطربة شذا قررت الحديث عن الأمر ونشرت صورتها مع شاكر عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: من امبارح بيجيلي تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم شاكر القريبين، وكنت عارفة وما قلتش على مرضه واللي أصلا بيشكك إن هيثم كان تعبان عموما، علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات. هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمد لله هو تعافى، بس هو لسه في حاجات كتير محروم منها، وأهمها حاجة أساسية لأي كائن حي وهي نعمة الأكل. هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ما يقدرش ياكل بشكل طبيعي، وده سبب اختفائه كل الفترة دي، وسبب إن هو فقد كتير جدا من وزنه. عموما محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي، ومش معنى إن أي حد بينزل صور ولا بيبين إنه مبسوط إن دي بتكون الحقيقة. كل واحد عنده حتة مستخبية محدش عارف عنها حاجة. أنا كتبت كده علشان محدش يلومني ليه ما كنتش بقول. وعموما برضو هيثم هو اللي ما كانش حابب حد يعرف حاجة عن كل معاناته دي، علشان أصحاب النفوس المريضة ما يفهموش إن هو بيعمل أي حوارات علشان يبرر بيها غيابه. ولما قرر يعرف جمهوره وأصحابه عرفه وهو منور وفرحان بنجاح ألبوم. اللي في وسط كل ده كان مهتم برضه ما ينزلش بأي حاجة، وكان عنده إصرار يعمل ألبوم محترم. هاشتاج مبروك يا هيثوم، الحمد لله على سلامتك، وافرح بتعبك في ألبومك وبالناس اللي بتحبك. ده البوست اللي نزلته النهاردة من ساعتين تقريبا، وأنا صورته وهو لقاء في إكسترا نيوز، باين عليه إن هو فاقد وزن جامد. وبرضه هنا خاسس أوي مع مريم فارس. اليوم السابع تواصل مع النجم هيثم شاكر، والذي كشف في تصريحاته أنه بالفعل أصيب بورم خبيث في المعدة والقولون منذ 6 سنوات، وتم استئصال جزء كبير من المعدة في لندن، ثم استغرق فترة طويلة في التنقل ما بين العاصمة البريطانية ومصر للعلاج، وهو ما أدى إلى انخفاض وزنه بشكل كبير. وأضاف النجم الغنائي هيثم شاكر أنه التزم الصمت طوال هذه السنوات لأنه لا يريد أن يرى العطف عليه في عيون أحد، وتجنبا للكلام حوله حتى لا يقال أنه يتاجر بمرضه. وأعرب نجم الغناء هيثم شاكر عن سعادته البالغة بردود الفعل القوية التي تلقاها عن ألبومه الجديد معرفة قديمة، والذي تصدر قائمة الآي تيونز للـ100 ألبوم الأكثر مبيعا في مصر، متفوقا على العديد من النجوم. ألبوم معرفة قديمة هيثم شاكر. هيثم شاكر مولود 15 يوليو 1983، مغني مصري يعشق الغناء منذ صغره، حتى اكتشفه المنتج فايز غالي وقدمه في أغنية سنجل فحققت نجاحا كبيرا. انطلق بعدها لعالم النجومية بعدة ألبومات غنائية ناجحة اسمه بالكامل هيثم يحيى زكي شاكر. ولد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لأبوين مصريين. درس هندسة البترول، إلا أن حبه للفن دفعه إلى خوض مجال الغناء، وارتبط الفنان الشاب هيثم شاكر بالغناء منذ طفولته، وبرزت موهبته الفنية وهو لا يزال في سنوات دراسته الأولى من خلال إنشاده لأغاني الأطفال في الحفلات المدرسية باستمرار. ابن الوز عوام، المقولة التي تنطبق على محمد نجل الفنان هيثم شاكر الذي يظهر للمرة الأولى إعلاميا من خلال غناء في حب النادي الأهلي بعنوان
جمهوره ده حماه. وكان ظهور محمد هيثم شاكر خلال غناء والده في حفل زفاف المستشار محمد نجل الدكتور محمد النائل عميد حقوق عين شمس إلى عروسته نانسي. هيثم شاكر يرفض دائما ظهور أولاده في وسائل الإعلام، إلا أن موهبة نجله جعلته يتخلى عن تلك الفكرة مؤقتا. وهنا ابن محمد وهو بيغني، ابن الوز عوام واثق من نفسه، وهنا هيثم شاكر في الفرح باين عليه أوي إنه خاسس جدا. ده فرح بتاع دكتور محمد نائل. أما شذا مولودة 31 يوليو 1984، مغنية وممثلة مصرية، ولدت في المملكة العربية السعودية وعاشت هناك حتى بدأت حرب الخليج عام 91، ورجعت لمصر واستقرت في القومية في الزقازيق. شاذة ولدت في المملكة العربية السعودية وعاشت هناك حتى بدأت حرب الخليج عام 91، ورجعت لمصر واستقرت في القومية في الزقازيق. عاصمة محافظة الشرقية، محل ميلاد والدتها. بعد الاستقرار في مصر أكملت تعليمها في مدرسة الشبان المسلمين في الزقازيق. دي المطربة شاذة. بعد ذلك حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة جمال عبد الناصر، ودخلت أكاديمية العبور الخاصة، وحصلت على شهادة إدارة الأعمال. وقالت الفنانة المصرية شاذة أن وفاة والدتها كانت أصعب لحظة في حياتها، لأنها كانت ترتبط بها بشدة، مشيرة إلى أنها اكتشفت حب الناس لها في العزاء، حيث فوجئت بكم هائل من أصدقائها وجمهورها جاءوا لمواساتها. هنا شاذة في العزاء. وفي فبراير 2012 أقيم عزاء والدة الفنانة شاذة بمسجد ربع العدوية بمدينة نصر، وقد بدأت شاذة في تلقي العزاء من أصدقائها عقب انتهاء صلاة المغرب مباشرة. وقد حضر عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان محمد فؤاد، كما حضر أيضا من النجوم كل من الفنان حسام حبيب ومجد القاسم ونسرين إمام ومروة نصر. ساندي وزينة وأحمد العطار. أما أكثر ما لفت الأنظار في عزاء والدة الفنانة شاذة هو ظهور المقدم أركان حرب حسين شريف الشهير بالرجل اللي ورا عمر سليمان. ده حسين شريف الراجل اللي ورا عمر سليمان جاي يعزي. وكانت والدة شاذة قد وافتها المنية بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى ضرورة نقلها للمستشفى حتى فاضت روحها إلى ربها. هنا شاذة أثناء العزاء. كان في صدمة تانية، هنا محمد فؤاد، هنشوف الصدمة التانية اللي أصيبت بيها شاذة. وقد توفي في أبريل 2014 الأستاذ ممدوح غريب والد المطربة المصرية شاذة إثر حادث سيارة أليم. شاذة ابنته الوحيدة وليس لها أشقاء، يعني بعد والدتها ما توفت بسنتين رحل والدها. وكانت قد فقدت والدها منذ 5 سنوات، وسبب لها فقدان والدتها حينها صدمة كبيرة، خاصة وأنها توفيت بشكل مفاجئ. في سنتين فقدت والدها ووالدتها. وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنانة شاذة في وفاة والدها، حيث أقيم بمسجد آل رشدان بمدينة نصر. من حوالي 5 سنين. وكاس الحزن وجوه الفنانات بينما لم تتمالك شاذة نفسها وانهارت خلال تلقيها العزاء. وحضر العزاء المطربة مروة نصر وزوجها.
هنبين التعثر على اللي بيعزوا. لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكل المحبين والمشاهدين.